السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. سليبر جميل جدا، جديد وحصري. انا اقتبسته من الوحدة الافريقية وعملت عليها التعديلات بتاعتي عشان الشراب يبقى حلو والشراب يبقى زي ما انتم شايفين جديد وحصري جدا. انا عاملاه المقاس 36 بس انا ملبساه لمقاس 38، وتعالي نشوف ادي القالب بتاعي 38 بس انا لبسته مقاس 38 لان انا ما عنديش مقاس 36 القالب يعني. فهو المقاس اللي انا عاملاه ده هيلبس مقاس من 36 37 38، وهقول لك ازاي تعمليه لكل المقاسات. انا اقتبسته من الوحدة الافريقية بس عملت تعديلاتي عشان اوظفه ان هو يبقى سليبر جميل جدا. هو هيبقى قطعة واحدة زي ما انت شايفة، بصي وانا وريتك الاسفل تحت كمان مش باين حتى ان احنا مخيطينه، هو باين كأننا يعني مفصلينه كده، لكن هو من اساسه قطعة واحدة زي ما انت شايفة كده. بس عملنا تعديلاتنا وعملنا تناقصاتنا وتزايداتنا بطريقة معينة عشان اوظف الوحدة الافريقية، اساسها من جوه الوحدة الافريقية بس طبعا اللي بره مش باقي الوحدة الافريقية. اتمنى ان هو يعجبك، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وخليكم فاكرين ان احنا اول حد عملنا سليبر من الوحدة الافريقية ووظفناه التوظيف ده. انا دايما بحب ان انا اعمل لكم حاجات جديدة. يلا بينا نبدأ على بركة الله. تعالوا نتعرف على الخامات اللي احنا هنعمل منها الشراب الجميل ده. انا هعمل بخيط هيمالايا، تمام؟ لو انت عندك اي بواقي خيوط سواء بقى من بيبي لوكس او اي خيوط متوسطة السماكة اللي هي تتشغل بابرة رقم 4، هتكون الخيوط دي كلها مناسبة للشراب. الشراب مش عايز خيوط لا ادخل من كده ولا ارفع من كده، تمام؟ طبعا انا هحتاج بواقي خيط اللي هو اللون الاوفايت، وهحتاج برضو بواقي الخيط اللي هو الاصفر ده، والخيط الاساسي عندنا اللي هو اللون الجري. الشراب كله هياخد كل الخيط الفردتين هياخدوا اقل من 100 جرام. دي كل خاماتنا ودي كل ادواتنا، وطبعا محتاجين ابرة تشطيب تجيبيها معاك عشان نشطب، ودي كل خاماتنا. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. هنبدأ شغلنا في الأول باللون المستردة أو اللون الأصفر. هبدأ أعمل الدايرة السحرية، هرتفع غرزة ومش معايا في العدد، هنزل جوه الدايرة، هسحب الخيط، هعمل غرزة حشو، دي هعتبرها أول غرزة ارتفاع، بعد كده غرزة كمان ارتفاع، وارتفاع عمودي أنا عبارة عن غرزتين بس. هلف الخيط وانزل جوه الدايرة السحرية، هعمل العمود التاني، غرزة السلسلة، نلف الخيط وننزل جوه الدايرة السحرية، نعمل عمود التاني، غرزة السلسلة، نرجع نكرر تاني عمودين جوه الدايرة السحرية، واحد اتنين كده المجموعة التالتة، غرزة السلسلة نكرر المجموعة الرابعة، والمجموعة عبارة عن عمودين بلفة، واحد اتنين، غرزة السلسلة المجموعة الخامسة، العمود التاني، غرزة السلسلة، تعال نشوف برضو نتأكد كده كم مجموعة، مجموعة اتنين تلاتة اربعة خمسة، فاضل لنا مجموعة عشان انا عايزة اعمل ست مجموعات، ادي واحد اتنين، بعدين غرزة السلسلة، تمام؟ بعد كده هشد الخيط كده شوية، وهاجي العمود الاول عندنا غرزة حشو وغرزة ارتفاع ماليش دعوة بيها، هروح للعمود التاني في الغرزة بتاعته من الخلف كده، وهسحب الغرزة بتاعتي للخلف كده، تمام؟ وبعد كده هعمل غرزة كأني بشتغل غرزة، وهقص الخيط كده، احنا قفلنا الراوند الايه الاول، تمام؟ وممكن ايه اللي هو الجزء البداية تشدي كويس كده. هنبدأ الراوند التاني، والراوند انا هبدأه التاني من المسافات غرز السلاسل، فممكن ابدأ من اي مكان كده، هدخل واجيب اللون التاني، هسحب الخيط، هرفع خيط البداية، هعمل عليه غرزة ومش معايا في اي عدد، وهحبك عليها جامد، واشد خيط النهايه بتاع الاصفر عشان اشتغل عليهم هما الاثنين اشطبهم، لان غرزه البدايه دي خلاص احنا ممكن ايه نقصها، احنا خلاص شطبناها.
وهاخد فتلتين دول اشتغل عليهم. هدخل تحت السلسلة هعمل غرزة حشو، دي هي ارتفاعي 2. انا قلت ارتفاع عمودي عبارة عن غرزتين، وده كده بالنسبة لي العمود الاول. هلف الخيط وانزل في نفس المكان هعمل العمود التاني، تمام. غرز السلسلة هلف الخيط وانزل جوه الفراغ تاني في نفس المكان هعمل عمود. يبقى انا كده عملت صدفة رباعية في الفراغ تحت السلسلة ما بين المجموعات، وانا عندي قلنا 6 مجموعات. هلف الخيط واروح على الفراغ التاني هعمل عمود، اتنين. غرز السلسلة عمود 2، عملنا صدفة الرباعية التانية مباشرة على طول. هروح على الفراغ التالت أعمل الصدفة التالتة عمود 2، غرز السلسلة في نفس المكان عمود 2. هلف الخيط واروح على الفراغ الرابع عمود 2، غرز السلسلة عمود 2. الفراغ الخامس عمود 2، غرز السلسلة عمود 2. الفراغ السادس عمود 2، غرز السلسلة عمود 2. ما بين الصدفات ما كناش بنعمل حاجة، فهروح في غرزة مش العمود الأول، غرزة العمود الثاني هدخل فيها. ممكن أسحبها برضو من الخلف كده أفضل، تمام. أهو هروح للغرزة من الخلف كده، أنا بعمل ببطء عشان أخواتنا المبتدئين، وبعدين أسحب الغرزة بتاعتي للخلف. خلاص مش هنحتاج الخيط ده تاني، وهسحب الخيط. بس قبل ما أسحبه هعمل ايه؟ هقفل على الغرزة الاولانية اللي قفلت، هقفل عليها كويس، وبعد كده هقفل ده. والخيط التاني اللي انا كنت بشطف فيه من السطر السابق خلاص خلص معايا، تمام. فاضل ده هاخده هو اللي هشطبه. كده احنا عملنا السداسي بتاعنا. نبدأ نجيب، وطبعا خلصنا الالوان هشيلها، تمام. كده خلصنا الالوان، نبدأ نجيب اللون بتاع لسه. طبعا الاصفر محتاجينه مره كمان. هجيب اللون الجراي بتاعي، تمام. شغلي هيبقى داخل الصدفات مش ما بينهم. هدخل من اي مكان عند الصدفات، هسحب الخيط، هرفع خيط البدايه وهحبه كويس، وهرجع تاني ادخل تاني اعمل غرزة حشو عشان انا عايزة كل الاعمدة بادئة من جوه، وهرتفع عمود كده العمود بتاعي. هلف الخيط وطبعا هاخد خيوط بتاعتي بقى اشتغل عليها. كده العمود التاني، العمود التالت، الرابع، الخامس، العمود السادس، العمود
السابع هلف الخيط مباشرة على طول في منتصف الصدفة التانية، هعمل عمود، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. شغلنا قلنا فين؟ شغلنا قلنا داخل الصدفات. هلف الخيط وهروح داخل الصدفة التالتة، هعمل عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. على طول مباشرة نتلاقي للصدفة اللي بعدها، وداخل كل صدفة من الستة أعمل عندي سبع أعمدة، فهحصل على سبع وحدات، كل وحدة عبارة عن سبع أعمدة داخل الصدفات. خلصت الوحدات بتاعتي، وطبعا احنا زيرو تشطيب فتل خلاص، واحنا ماشيين بنشطب الفتل بتاعتنا زي ما انت شايفة. انا ببقى حريصة دايما ان انا ما اخليكيش تتعبي في اي تشطيب في فتل كتير. انا عارفه انتوا بتقلقوا من موضوع الايه، الالوان الكتير. طبعا بعد ما خلصنا الوحده السبعه، احنا ما بين الوحدات ما كانش في حاجه فينا ايه، على طول بنشبك. فهروح في غرزه العمود الاول، لا هروح لغرزه العمود الثاني، هقفل فيها كده بمنزلقه، تمام. بعد كده هدخل فيها وهسحب الخيط الاصفر تاني، وارفع الخيط الاصفر اعمل بيه غرزه. وقلنا دايما غرزه الارتفاع دي بتبقى مش معايا، دي بتبقى حبكه على الشغل. وبعدين امسك الخيط الرمادي اشده كويس، هرجع ادخل في الغرزه اللي انا سحبت منها واخد خيط البدايه بتاع الاصفر اشطب عليه بالمره. انتبهي ان انا دخلت في الغرزه الثانيه مش في الغرزه الاولى، الغرزه الاولى اهي شايفين اهي، وانا راجعه هشتغل فيها. فانا هشتغل يعتبر في العمود الايه، الثاني، هسحب الخيط واعمل غرزة حشو. على العمود التالت هعمل غرزة حشو، الرابع غرزة حشو، العمود الخامس غرزة حشو، السادس غرزة حشو، العمود السابع غرزة حشو. قلنا غرزة الحشو الأولى هعملها وانا ايه، وانا راجعة، تمام. دلوقتي احنا جايين على الوحدة التانية، المسافة ما بين الوحدة دي والوحدة دي هنزل تحت عند الأبيض كده واعمل غرزة حشو عميقة، بس وانا بشدها اريح الشغل عشان يبقى بمحاذاة الشغل التاني، واسحبها غرزة حشو عميقة. نكرر، عندنا العمود الأول هنعمل فيه أول حشو، العمود التاني تاني حشو، العمود التالت تالت حشو، العمود الرابع هنعمل برضو غرزة حشو، الخامس غرزة حشو، واخد خيط البداية بتاع الأصفر بشطب عليه، السادس غرزة حشو، العمود السابع غرزة حشو. إذا أنا بعمل فوق كل عمود بعمل غرزة، وما بين الوحدة والوحدة بعمل حشوة عميقة، بنزل بها فين؟ ما بين عندي الصدفات بتاعتي دي كده، المسافة دي أنا أنزل أسحب الخيط وأرفعه كده بنفس سوى السطر ده، وأعمل غرزة حشو عميقة. نكرر تاني وما فوتش غرزة، شايفين أنا بميل الشغل ازاي عشان أبين العمود الأول، غرزة حشو الأولى، التانية، التالتة،
الرابعة، الخامسة، الستة، الغرزة السابعة، وبعدين بعمل حشوة عميقة ما بين الصدفات. أهم حاجة ما خليش الشغل بتاعي متشكش وأنا بعمل الحشو العميقة. أرجع تاني أميلها كده عشان أجيب الغرزة العمود الإيه الأول من الوحدة الجديدة، اتنين، وأكمل 7 غرز حشو. وما بين كل 7 و7 بنعمل حشوة عميقة. هتخلصي 7 دول وبعدين حشوة عميقة، 7 حشوة عميقة، 7 وبعدين حشوة عميقة. وتعالي لو تفتكري كان في غرزة هنا ناقصة. خلصت الشغل بتاعي زي ما انت شايفة، فاضل آخر حشوة عميقة. وكمان فاضل الحشو بتاعت الايه العمود الأول لو تفتكروها. تمام، هشد الخيط كده. وبعدين انا بصراحة بجيب ابرة اصغر شوية. الغرزة الاولى هدخل من الخلف، هسحب الايه الحلقة بتاعتي. انا دايما جنبي ابرة صغيرة للكلام ده. تمام، بعد كده هقص الخيط. خلاص كده مش محتاجين الوان. وايه، وهسحب اعمل الغرزه بتاعتي اقفلها. خلاص كده قفلناها ورا. ما تنسيش ان انا كان الايه الرمادي لسه ما قطعتوش. دي كده الجزء بتاعنا، وخلصنا الالوان ونشيل الالوان بتاعتنا. نبدا بقى نشتغل السطور بتاعتنا باللون الرمادي. هدخل في الغرزه الاولى او ممكن ادخل في الغرزه الايه الثانيه، مش مشكله. دخلت في الثانيه اهيت، ارتفع عمودي 2، يبقى انا في الغرزه الاولى ما عملتش فيها. هعمل في الغرزه الثالثه وهاخد خيط البدايه بتاع الاصفر او خيط النهايه. كده في الغرزه الثالثه عملت العمود الثاني. احنا عندنا دول 7 غرز ب7 غرز حشو، يعني 3 على اليمين و3 على اليسار، وفي النص غرزه حشو 1 2 3، وهنا في غرزة سبتها 1 2 3. فاضل ايه الغرزة اللي في النص. الغرزة اللي في النص هعمل فيها عمود غرزة السلسلة، ارجع اعمل فيها تاني عمود عشان ابدأ اقسم السداسي بتاعي. بعد كده انا كده بصي عملتها زاوية. بعد كده في باقي 3 في الوحدة دي هعمل فيها، اجي كده اول عمود، التاني، التالت. يبقى الوحدة دي ايه ناقصها عمود لما نرجع هنعمله. طيب الغرزة الايه العميقة هنعمل فيها عمود. عندنا الوحدة الجديدة فيها 7 حشو، هعمل في الحشو الاولى عمود، في الحشو التانية عمود، في الحشو التالتة عمود. كده احنا عملنا كام؟ 3 بعد العميقة. هاجي الحشو الرابعة اللي هي المنتصف، هعمل فيها عمود غرز السلسلة، نرجع فيها هي كمان عمود، هكمل بعدها 3. ادي كده 1، اتنين، تلاتة. كده ده الضلع شايفينه. غرزة اللي هي العميقة هعمل فيها ايه عمود. نكرر في الوحدة الجديدة، هنعمل اول عمود في اول غرزة، تاني عمود في تاني غرزة، تالت عمود في تالت غرزة. بعد كده عندنا رابع غرزة هي اللي بنعمل فيها الزاوية. بعمل عمود غرزة السلسلة، ارجع تاني فيها في نفس المكان اعمل عمود، وبعدين اكمل 3 بعديها، 1 2 3. على العميقة هعمل عمود، هروح للجديدة هعمل اول 3 عمود، ادي كده 1 2
تلاتة، في الرابعة بنعمل الزاوية عمود غرز السلسلة، فيها تاني بعمل عمود. أنا مهتمة بالسطر ده لأن هو اللي هيظبط لي السداسي بتاعي. لسه فاضل تلاتة هنا في الوحدة دي، أدي واحد اتنين تلاتة، وفي الغرزة العميقة بنعمل عمود. نكرر العمود الأول في الوحدة الجديدة، عمود اتنين تلاتة، في الرابعة بنعمل زاوية في منتصفها، يعني بنعمل عمود غرز السلسلة، أكرر فيها تاني عمود، بعدها أكيد تلاتة، واحد اتنين تلاتة، في الغرزة العميقة بنعمل عمود، آخر واحدة عندنا هنعمل فيها في الأول أدي عمود اتنين تلاتة، في الغرزة الرابعة بنعمل الزاوية، بنعمل عمود غرز السلسلة، عمود كمان. فاضل فيه تلاتة، عمود اتنين تلاتة، في العميقة هنعمل عمود. ولو تفتكروا فاضل لنا في المجموعة الأولى فاضل لنا فيها عمود، وفي غرزة الارتفاع التانية هقفل بإيه؟ بمنزلقة، وأكون شادة الحلقة اللي على الإبرة كويس جدا وأقفل بيها بمنزلقة. هرتفع واحد اتنين كده أنا على العمود التاني، تمام. هروح للعمود التالت هعمل عمود، وبعدين دلوقتي انا ناقصني عمود وانا راجعه هعمله في التانية. فاضل هنا دول العمودين بتوع الزاوية، هعمل فوق العمود الاول عمود، وفي الفراغ اللي هو الايه عند الزاوية هعمل عمود غرز السلسلة عمود. دي خلاص بقت ركنة. نكرر هنا العمود التاني بتاع الزاوية هعمل فوقيه عمود، وده اللي بيعمل تزايد معايا في الضلع السداسي. اتنين كده الضلع ده هيبقى فيه تسعة، كده اتنين تلاتة اربعة فوق العمود الخامس عمود، فوق العمود السادس عمود، فوق العمود السابع عمود، الثامن فوقيه عمود، وبعدين العمود التاسع اللي هو بتاع الركنة عمود. نكرر في الركنة بنعمل ايه؟ هنعمل جوه تحت الغرزة دي عمود غرز السلسلة عمود كمان. نعمل الضلع التاني، الضلع عندي بقى فيه ايه؟ بقى فيه عمود زيادة اللي هو كان بتاع ركن السطر اللي فات، وعمود من هنا مش كده؟ بقى فيه كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. فبعمل فوق العمود الاول عمود، العمود التاني برضو هنعمل عمود، التالت الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع. وصلنا للركنة هنعمل فيها عمود غرز السلسلة، فيها تاني عمود.
عشان نروح نعمل الضلع اللي بعده برضو 9 أعمدة. تمام، هنعمل فوق كل عمود عمود، وهنيجي عند الركنة نعمل ايه، عمود غرزة سلسلة عمود في كل ركنة، نعمل بنفس النمط ونفس الكلام. كده احنا بنحصل على مضلع سداسي له 6 أضلاع. هتكملي بقى داير ما يدور وتعالي نقفله سوا. خلصت الشغل بتاعي، واخر ضلع عملت عمود 2 3 4 5، وكنا عاملين 3 يبقى كده 8، فاضل لي غرزة اللي هي الاخيرة عمود، وبعدين هقفل في الغرزة التانية من الارتفاع بغرزة منزلقة. وزي ما قلت لكم بص الغرز بتاعتي المنزلقة مقفولة ضيقة. لو انت عايزة تعمليه بوت كبير الارتفاع بتاعه هنا عالي، هتمشي داير ما يدور عادي زي ما انا همشي كل السطور. لكن لو انت عايزة تعمليه زي حالاتي كده، ان انا يدوبك الارتفاع بتاعي كده يبقى صغير كده، تمام، يبقى انت هتعملي ايه، هتحطي على قدم اللي انت بتشتغلي له وتشوفي دي تبقى في النص كده عند الزاويه كده، وتشوفي هل انا كده عايزه الارتفاع كده كفايه، تمام. لكن لو عايزاه بوت طويل كملي بقى داير ما يدور بدون ما تعملي الجزئيه اللي انا عاملاها دي. شايفين لو في حاله عايز تعملي الجزئيه دي ازاي، يبقى احنا قلنا لو هتكملي بوت يبقى هو الشراب عباره عن بوت اللي له اللي عند اللي طالع على الساق، يبقى هتكملي داير ما يدور زي ما انا هكمل، تمام. لكن لو هتعملي كده هنعمل ايه، خلاص انا ارتضيت بالطول ده سواء بقى للكبار او الصغار، بس انا لسه حاسه ان ايه محتاج كمان، فيبقى انا ايه هكمل سطر كمان، تمام. هرتفع غرزه 2، هلف الخيط، هروح على العمود التاني هعمل عمود. انا بقولك عشان لو عايزه تعملي لي الصغيرين، انا ما بديش اقولك من عند انا هنا موقفه عند السطر الثالث بدات احرد، تمام. لكن لو انت مثلا بتعملي للكبار ممكن للصغيرين، فممكن هتضطري تعملي سطر واحد، او الاكبر شويه هتعملي سطرين على حسب الايه القدم اللي عندك او اللي انت بتعملي له. انا بالنسبه لي بعمل للكبار، فعشان كده هعمل السطر الثالث كمان كده عمود على العمود بتاع الركنه. العمود الاول هعمل عمود جوه الركنه، هنعمل عمود غرزة سلسلة وبعدين عمود تاني، وبعدين هنا عندنا الضلع هنا هيبقى 11 غرزة، لان زاد غرزة من هنا وغرزة من هنا. على الغرزة الاولى هنعمل عمود، التانية هنعمل عمود، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، ال11 اللي هو العمود الاول بتاع الركنة. جوه الركنة هنعمل زي السطر اللي فات بالظبط، عمود غرزة السلسلة، عمود تاني جوه الركنة، ونرجع نكرر كل ضلع من الاضلع. بس انا بزق ازاي عشان يبان العمود الاول، عمود عشان ما يتوهش مني العمود الاول، 2، وهفضل ماشيه الاضلع بتاعتي كده 11 عمود، وبعد كده الركنه 11 عمود، الركنه وهكذا لغايه ما نقفل الشغل بتاعنا. زي ما قلت لك انا بالنسبه لي لما هاجي اعمل بقى ده كده كده هبقى انا ايه، طبعا هو لسه هيزيد معايا عمود هنا، هاجي اوريه لك دلوقتي. خلصت السطر بتاعي وتعالي نقفله، وبعد كده نتكلم في المهم. هقفل في الغرزه الثانيه من الارتفاع، غرزتي اللي على الابره انا شداها كويس جدا، تمام. هرتفع 1 2، لو عايزه اكمل الشغل بتاعي، لو عايزه تكملي قلت لك يبقى بوت، هتفضلي تلفي داير ما يدور داير ما يدور بنفس الطريقه ونفس النمط لحد ما توصلي هنا ان عندك. بصي ده هيبقى هنا مثلا ده كده رقبه البوت، وده الجنب بتاعك، شايفين، لحد ما توصلي بالطريقه دي من هنا لحد طول الايه القدم، اتفقنا؟ على حسب المقاس اللي انت عايزاه. يبقى بداية كبار وصغار وكله هنبدأ نفس البداية. الفرق الوحيد بقى ان انا هعمل كام سطر هنا، تمام، هعمل كام سطر قبل ما اعمل الحردة دي لو انا عايز اعمله البوت قصير. لو عايز اعمله البوت طويل يبقى انا خلاص هكمل داير ما يدور، مش هيهمني انا الحردة دي لحد ما اوصل لمقاس الايه القدم. طب لو عايز اوصل بقى اعمل الحردة دي فاعمل ايه، فانا هنا هبقى مضطرة ان انا، طبعا لو هتكملي قلنا خلاص ايه
هتكملي داير مقدور، لكن انا مضطرة هنا هبدأ اقطع عشان انا هنا من منتصف، عشان انا عايزاه بوت قصير. هقفل الشغل بتاعي هنا ونزلق. هحاول اخلي الرقبة تكون ايه، يعني الجزء ده بعيد عن الرقبة، ده كده الرقبة هنا. هاجي من هنا، شايفين؟ يبقى انا الجزء ده مش هشتغل عليه تاني. هاجي من الرقبة من هنا، هدخل الركنة بتاعتها، هجيب الخيط، هسحب الخيط، هرفع خيط البداية، هعمل عليه غرزة، وبعدين اتنين، ارتفاعي غرزتين، هلف الخيط وهمشي عادي. يبقى انا كده انا عملت التزايد اللي هنا اللي هو بداية من هنا، تمام. فوق كل عمود هنعمل عمود. طبعا خدت خيط البداية اللي انا قصيته اللي هو اللي بدأ معايا، هشطب عليه. لو انت بتشتغلي طبعا مشروع حاجة زي كده، لازم يكون عندك القدم ديت او القدم اللي هي دي، سواء دي او دي. هي انا بحب الخشب اكتر يعني. تمام، اشيل بس. وصلنا للركنة. كالمعتاد في الركنة بنعمل ايه؟ بنعمل عمود، غرز السلسلة، عمود تاني، دي كده الركنة. يبقى احنا ايه؟ خلاص اللي فوق ده اللي عند الرقبة مش هنشتغل، عشان احنا عايزين رقبة قصيرة. لكن لو عايزة الرقبة طويلة، خلاص انت هتلف داير ما يدور، مش هتعملي اللي انا بعمله ده. هلف على الجنب التاني برضو، فوق كل عمود عمود، وبعدين في الركنة نعمل ركنة زي ما بنعمل ركنة، تمام. وبعدين هتلفي برضو أعمدة، فوق ركنة ركنة، أعمدة فوق ركنة ركنة، وبعد كده أعمدة فوق ركنة ركنة، ونيجي عند الركنة الأخيرة هنعمل عمود وهننتظر، لأن احنا قلنا هنا دي خلاص دي ايه، دي الرقبة. هخلص لحد هنا وتعالي نشوف هنعمل ايه. خلصت داير ما يدور، كانت بدايتنا من هنا تمام، ونهايتنا هنا، لأن احنا قلنا هنعمل الرقبة قصيرة. لو كنا هنكمل بوت الرقبة بتاعته طويلة، فكنا هنكمل عادي ونقفل عادي زي ما كنا بنعمل. وهنيجي في الركنة الأخيرة هنعمل برضو عمود. هرتفع غرزة مش معايا في العدد، وهلف بقى هنا الشغل. هشتغل فوق العمود الأولاني عمود، هنا بقى هشتغل رايح جاي مش داير ما يدور. فوق العمود التاني عمود، فوق كل عمود من الجنب بتاعي هنعمل عمود. احنا دلوقتي بنشتغل على خمس اضلع مش ستة، لان السادس احنا سبناه عشان نعمل رقبة قصيرة. وهعيد تاني، لو انت عايزة الرقبة طويلة يبقى انت هتلف داير ما يدور تمام على الستة اضلع، زي ما كنا بنلف في السطر التالت او راوند التالت. فوق كل عمود هنعمل عمود، هنا وصلنا للركنة، ده عمود الركنة. وفي الركنة كالمعتاد بنعمل عمود، غرز السلسلة، تاني عمود في نفس المكان، ونرجع نكرر كل الأضلع بالشكل ده تمام. هتلفي فوق كل عمود عمود، وفي الركنة هتعملي نفس الأركان زي ما كنا بنعمل من البداية لحد ما توصلي لحد هنا تمام.
هتعملي فوق العمود الاخير اللي هو كان هو جوه هنا، هتبداي ترتفعي غرزه مش معاكي في العدد وتلفي الشغل وتعملي عمود، تشتغلي رايح جاي كده بالشكل ده لحد ما توصلي ايه، لحد ما توصلي لطول القدم. لو انا عملته كده تمام، الضلع ده هيبقى طول القدم عندي بس ناقص 2 سنتي. ليه ناقص 2 سنتي؟ عايزه اعمل معاكي في السطرين الاخرين نعمل شغل او نعمل طريقه بحيث زي ما انت شايفه، بص هو هنا ده جايب كيرف، فانا عايزه هنا ده لما انا هشتغله هنا يجيب معايا نفس، شايفه بص عامل ايه، يجيب معايا نفس الكيرف. انا سايباه مفتوح عشان انت تشوفي انا عامله ايه، تمام، ياخد الكيرف بتاعي اللي انت شايفه ده. نعمله ازاي بقى؟ او زي ما انت شايفه كده، هتوصلي لحد ما توصلي لايه، لقبل الاخر بسطرين، سطرين يعني 2 سنتي تمام، هسيب سطرين في الاخر هما اللي هنبدا نعمل فيهم الدوران ده، وهنشتغل بنفس النمط رايح جاي رايح جاي مش دوران بقى، لان احنا قلنا ايه، بنعمل رقبه قصيره، لكن لو انت بتعملي رقبه طويله يبقى هتفضلي تلفي داير ما يدور داير ما يدور لحد طول القدم ناقص 2 سنتي تمام. 2 سنتي من هنا طبعا و2 سنتي من هنا، يبقى كام؟ 4 سنتي طول القدم كامله ناقص ال 4 سنتي. خلصي وتعالي بقى نشوف هنحرد الحرده الاماميه ازاي. خلصت زي ما قلت لك، انا عملت 3 سطور 1 2 3 اللي هو لو انا بعمل كده، انا بفهمك كل خطوه عشان لو ما تعملي لكل مقاس ده. طبعا النص ده هنا في النص كده، لما وصلت كده اهو واجي خلاص، احنا ده من فوق وده خط اللي رايح خط الجنب من ورا، وده خط الايه اللي هيبقى في الكعب تمام. وصلت لحد مرحلة ان انا سبت 2 سنتي من هنا وحوالي 2 سنتي من هنا، يعني 4 سنتي اللي قلتلك عليهم، يعني سطرين، لان انا هعمل هنا سطرين وهنا سطرين هديني، وانا السطر بتاعي حوالي سنتي. هبدأ اعمل ايه؟ هرتفع غرزة برضو مش معايا وهلف الشغل، وبعدين هعمل فوق العمود الاولاني عمود، والجنب ده هعمله عمود جنب كامل مفيش منه مشكلة خالص. يبقى احنا ايه، هلف الجنب ده مفيش منه مشكلة، الجنب ده هتلف منه مفيش منه مشكلة. ليه؟ الجنب ده اللي هو الايه قلنا اللي فوق عند الرقبه، اللي قصاده اللي هو ده هجيب لك ماركر، اللي قصاده ده اهو ماركر عشان تبقي انت عارفه، الجنب ده اللي هو اعتبر عند الايه الوش بتاع القدم تمام. وهنا احنا قلنا ده هيبقى الخط اللي ورا، والجنب ده هيبقى الكعب، فانا همشي الجنب اللي هو ده عادي، وبعدين هعمل الركن عادي، وبعدين همشي اللي هو الجنب الخط اللي هيبقى في القاعده برضو عادي، وهيجي عند الايه الزاويه اللي هي هنا في وش الجزء اللي احنا حردناه او اللي احنا معتبرينه ان ده الرقبه في وشه هنا، وتعالي هو هنا هنعمل الشغل. يبقى انا همشي الجنب ده عادي واعمل الركنه، همشي الجنب ده عادي وعند الركنه استنيني. خلصت الجنب اللي انا قلت لك عليه ده اللي هو يبقى جنب خط الكتف من ورا اللي هو الخط من ورا، وهنا ده خط القاعده، وده الخط بتاع الجزء اللي هو الايه الدوران اللي قدام اللي هو قدام الرقبه تمام. جينا عند اخر عمود عملناه، هنيجي هنا في الركنه هلف الخيط وهعمل عمود واحد. العمود ده اللي هو التزايد اللي تبع الجنب ده مش كده، مفترض ان انا بعمل غرزه وبعدين عمود عشان تبقى العمود التاني تبع الايه تبع الجنب اللي هو الامام ده مش كده. هتلاشى الغرزه وهتلاشى العمود وهعمل اول عمود، يبقى انا كده هنا عملت ايه تناقص. كان المفروض هنا بعمل عمود غرزة سلسلة عمود، العمود اللي كنت هعمله تزايد كان تزايد عشان الضلع ده مش كده، اللي هو ايه اللي في وش الرقبة اللي هو عند الجزء اللي انا بقولك عليه عايزين نعمل الدوران. انا تنازلت عن غرزة السلسلة وعن العمود، بعد كده هعمل فوق كل عمود عمود في الجزء ده لحد ما نوصل للركنة التانية تمام. هفضل اكمل فوق كل عمود عمود لحد الركنه الثانيه، وتعالي نشوف هنعمل ايه. خلصت الجزء ده فوق كل عمود عمود، وانا هنا لما تناقصت الغرز السلسله عمود تناقصتها بتاع الجزء ده، فبرضه هنا هتناقصها وهعمل ايه العمود بتاع الجنب الثاني، فهدخل جوه الركنه هعمل عمود واحد. يبقى انا كده برضه تنازلت عن الغرزه والعمود بتاع الجزء ده،
وبعد كده هكمل للجنب ده، هكمل فوق كل عمود عمود، وده جنب القاعدة من تحت، تمام. هفضل اكمل كده فوق كل عمود عمود، واللي هنا الركنة دي اعملها عادي ركنة عادية، عمود غرزة سلسلة عمود، وبعد كده هكمل الجنب ده لحد الاخر، وما تنسيش عمود النهاية. وبعد كده هرتفع غرزة مش معنا في العدد، ونعمل العمود فوق غرزة الاولى، وبرضو تلفي الجنب، هترجعي بالجنب هتلفي، وبعدين هتيجي على الركنة الاولى هنا فيه هتعملي ركنة عادية عمود غرزة سلسلة عمود، وبعدين تلفي الجنب ده وتيجي هنا برضو عند الجزء بداية الجزء اللي هو الامام ده هنا، وتعالي نشوف برضو هنتناقص ازاي. رجعت خلصت ورجعت اهوت، وعملت اول ركنه عاديه، وبعد كده عملت جنب اللي هو بتاع القاعده. خلاص احنا عارفين مقسمين كل جنب او كل ضلع هو رايح فين، وهنا ده اللي فش الرقبه، تمام، اللي كنا عملنا فيه تناقص. الجنب ده احنا هنكمله غرزته بقى، اخر غرزه له فين؟ اللي كانت في قلب الايه الركنه اهي، شايفين؟ يبقى انا هعمل فوقيها غرزه او عمود. التناقص بعمله فين؟ بعمله في الجزء اللي هو الامام ده اللي انا حاطه لك عنده ماركر. هعمل ايه؟ هلف الخيط، هاخد العمود الاولاني واسحب الخيط ومش هعمله، ومن غير ما الف الخيط هاخد الايه هنزل في العمود الثاني واسحب الخيط. ليه؟ ساعات لما في ناس مثلا انا خدت ولفيت وبعدين تاخدي وتلفي، تبقى هنا دي كام؟ بصي ادي 2 4 5، انا عايزه اخفهم شويه عشان تبقى التخانه رفيعه، فعشان كده انا لفيت وخدت العمود الايه الاول، من غير ما الف هنزل في العمود الثاني هسحب على طول، بعد كده الف واسحب من 3، بعد كده من 2، كده بقت ايه خفيفه، لان الغرزه الرابعه كانت او اللفه الرابعه ملهاش لازمه، يعني كانت هتخني ده. كده انا عملت تناقص كده، بعد كده هكمل في الوش ده او الجزء ده او الضلع ده اللي هو بتاع الجزء الامامي، هلف عمود فوق كل عمود لحد ما نوصل برده لحد الايه بدايه الركن هنا. خلصت الخط كله وباقي اخر عمودين، لان العمود اللي كان فيه الركنة تبع الجنب التاني، فهنا ايه عندي باقي عمودين، هلف هدخل في العمود الاول واسحب الخيط، بعد كده من غير ما الف هدخل في العمود الايه التاني اللي هو الاخير عندي هنا، هسحب من 3، بعد كده اسحب من 2، عملت عمود كده، عملت تناقص. بعد كده هروح ايه على الجنب بقى ده، هعمل الاعمدة بتاعته كاملة، تمام، فوق كل عمود هنعمل عمود، وده كده بالنسبة لي اخر سطر طبعا في الشغل. هتلفي كده وبعدين على الركنة اللي جاية هتعملي ركنة عادية خالص اللي هي بنعمل فيها عمود غرزة سلسلة عمود، وبعد كده تلفي ركنة اللي هي بتاعت الارتفاع الظهر من ورا، تمام كده، وخلصي. وتعالي نشوف بقى هنعمله كده ازاي. تعالي شوفي، بصي عمل معايا هنا، بصي في الجزء اللي هو اللي عند ده، بصي عمل معايا ايه تنالي ده اهو، انا كنت عاملاه مجهزاه في التاني، شايفين اهو. طبعا هتخلصي زي ما قلتلك، هتفضلي هتخلصي هنا وبعدين تعملي الركنه وتخلصي هنا زي ما انا خلصت كده بالشكل ده. وطبعا اخر غرزه تلضمي الفتله بتاعتك، ودي خلاص اخر عمود، هسحب بس الخيط كده وادخل الايه الخيط او الابره واعمله. اسيب خيط قد ايه بقى؟ هقولك، اسحب بس دي كده، وقبل ما اقص الخيط هبدا ايه هسيب قد دي كده، او 2 على 2 كده اهو، مش هو هيتن على 2 كده، هسيب اجي كده مره وارجع تاني التانيه وارجع تاني التالته، سيبي 3 مرات او 4 مرات حسب ما انت عايزه. بعد كده مكان ما انت وقفتي ده وش الشغل وده ظهر الشغل، باين قوي ان ده الظهر وباين ان ده الوش، هحط الوش على الوش واجيب الحرف اللي انا انتهيت عنده قصاد الحرف، وطبعا باينه قوي، ممكن ايه تدبسي لنفسك. هبدا اخيط، هجيب غرزه العمود الاولاني اهو، الغرزه بتاعته اهي مع غرزه العمود الاولاني اللي هنا، اعيد عليها تاني. دايما غرزه البدايه في اي خياطه بتثبت عليها مرتين وممكن 3 كمان، بس انا بالنسبه لنا كفايه 2 عشان هي ايه اصلا الخيط إيه سميك. طبعا الاضلع قد بعضها، فهتمشي غرزه قصاد غرزه، يعني انا ايه شايفه الغرزه اهي من الاثنين حرف مع الغرزه من الاثنين حرف، تمام.
نكمل هناخد الغرزة التالتة مع الغرزة التالتة ونخيط. يعني تهيألي الخياطة بتبقى معروفة، لأن يعني في أخت لينا وقفت على خياطة كم، كان مونتاج سقط مني سهوا الخياطة في المونتاج، وقفت وقالت لي أنا مش عارفة أكمل خياطة. أنت طالما عرفتي تشتغلي يبقى أنت أكيد عارفة إيه تخيطي. أهو أنا بوضح أهو من الاتنين حرف، وهنا من الاتنين حرف، وتخيطي، لا تخلي الخيط مشدود، تمام أهو قبل ما اتحرك اهو، عشان ايه ما تزميش، عشان دي ما تدخلش لجوه كده. انا عايزاها بص شايفين كده بنفس الطريقه والنظافه دي. هتفضلي بقى تكملي كده غرزه غرزه غرزه، هتكملي خياطه قلنا غرزه غرزه غرزه. وانت هنا لما تيجي عند الامام هنا مش محتاجه تعملي زي ما الناس بيعملوا كشكشه، هنا انت مش محتاجه تعملي كشكشه لان احنا عملناها بس بطريقه نظيفه وجميله. هخلص خياطه واتبت الفتله بتاعتي وتعالي نشوف شكل الشغل عامل ازاي. خلصت الشراب بتاعي وخيطته وقلبته، تمام. المقاس اللي انا عاملاه ده انا كنت بعمله على مقاس 38، يعني المقاس ده ممكن يلبس 39 وكمان يلبس 36. لو مقاس 40 حاولي تزودي قبل ما نعمل التناقص اللي احنا عملناه في السطرين الاخرين، زودي هنا سطر، تمام. وزي ما قلت لك لو انت عايزه تعملي رقبه طويله فكنت هتلفي داير ما يدور. انا مش هلبسه لده، هي انا هلبسه لدوت كده ديت عشان بس العرض، وتعالي نشوف شكله اهو. هخلي خط الخياطه في النص، تمام اهو. بصي الدوران عامل ازاي. وطبعا لو انت عايزه تزيني بقى الحرف مثلا بغرزه بيكو ولا حاجه زينيه، الشراب جميل جدا. وطبعا انت احنا هنا دي مفرغه زي ما انت شايفه، بصي مفرغه ازاي، فانت هنا بتبقى دي على الكعب بيبقى ايه مليان زي ده كده، بس انا لبسته ده. بس الحقيقه انا بحب البسه هنا اكتر، فانا هلبسه هنا اكتر هوريهولك برده. مش بحب دي عشان بصي مفرغه من هنا مش بتظبط الحاجه. واللي هيقول لي انت جايبه الكعب الخشب ده منين، هقول لكم ان انا جايباه كعب قديم من عند اللي هم الناس اللي بيعملوا الشوزات، اللي هم بيصنعوا الشوزات. ده كعب بيبقى قديم عندهم، هم بيبقى عندهم الحاجات القديمه دي. هي انا بحب العرض عليه لان زي ما انت شايفه بصي دي سنده مش مفرغه زي دي كده، تمام. يعني كل واحد بيبقى له ايه حاجه معينه بيحبها، تمام اهو. وطبعا انا بحاول اظبطه معاكي اهوت زي ما انت شايفه. بصي هو جميل ازاي ومظبوط ازاي. لو انت حابه بقى تلف الحرف ده من فوق مثلا بغرزه بيكو او اي حاجه، انا مش هعمل له اي حاجه. هو طالع بصي مظبوط ازاي من عند ما بدانا ان احنا ما نلفش الجنب ده، زي ما انت شايفين بصي طالع مظبوط معايا ازاي. حتى بالخياطه انا خيطتها مظبوطه، بس شايفه انا بوريك الحرف ان هو الحرف بتاعك مظبوط. هنا الكعب بصي واخد الدوران، هنا بصي برده ده خد الدوران بالشكل اللي احنا عملناه، بدل لان في ناس ما بتيجي تعمل هنا الجزء ده فبتعمل ده بتزايد، فتبدا بعد كده تيجي تقول لك ايه كشكشي، يعني كشكشي بالخياط. انا ما كشكشش، طلعت زي ما انت شايفه بصي جميله ازاي. هو مقاس 38 هيلبس كمان 37 36 هيبقى حلو. هو لو مقاس 36 هيبقى مقاس حلو قوي عليه، لان انا كنت حابه ان انا اعمله مقاس 36 اللي انا عاملاهولها مقاس 36، ووعدتها ان انا اعمل لها تصميم جديد. اتمنى يكون عجبك ويكون الشرح سهل وبسيط. ما تنسيش تعملي لايك وشير الفيديو، واذا كنت جديده في القناه انا برحب بيكي وبقول لك اهلا وسهلا نورتيني. من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه، والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله.